للحديث أكثر عن صراع النفوذ بين أمريكا وإيران في العراق في ظل حديث عن تخفيض القوات الأمريكية في العراق، ينضم إلينا الأستاذ مظفر الخميسي، الصحفي والإعلامي العراقي عبر سكايب من أمستردام. مرحبا بك أستاذ مظفر. يعني بعد استهداف المنطقة الخضراء، لجنة الأمن والدفاع النيابية تحذر من تصاعد وتيرة استهداف القوات والمصالح الأمريكية. إلى أي مدى ترى يعني في الهجمات المتكررة على المنطقة الخضراء تهديدا فعليا للمصالح الأمريكية؟ إضافة بصراحة ما أشوف أنه أي تهديد للمصالح الأمريكية بالمنطقة أو بالعراق، يعني هذه مجرد تمثيليه رخيصه بالتخادم بين الحكومه الامريكيه وبين الحكومه العراقيه واتباعها بالمنطقه الخضراء. طيب اذا يعني ما الرساله التي يريد او تريد الميليشيات ارسالها من خلال هذه الهجمات التي تسقط فيها فقط يعني ضحايا من المدنيين العراقيين، وايضا تزامنت مع زيارة إسماعيل قاني إلى بغداد؟ هل من رسالة ربما ترسلها الميليشيات من خلال هذا الاستهداف من وجهة نظرك؟ باعتقادي أنه هي رسالة موجهة إلى الداخل العراقي أكثر مما هي موجهة إلى الحكومة الأمريكية أو إلى الخارج أو إلى العالم. هي موجهة إلى الداخل بأن هناك قوة مقاومة وقوة قامت بقصف القوات الأمريكية، وهي ستؤدي الى انسحاب القوات الامريكيه من العراق، وستؤدي الى 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 حريه العراق. وهذا كليته يعني الانسان الواعي والانسان المثقف والانسان اللي مطلع على الوضع يعرف ان هذا لا صح له ولا اي شيء، هو مجرد انه استعراض عضلات مسرحيه بائسه. هم يعرفون انه قصف السفاره ما يؤدي الى خسائر. الرساله اللي وجهها بومبيو قبل اكثر من سنه الى الحكومه الايرانيه قال اي جندي امريكي سيموت سيتحمل خامنائي المسؤوليه الرئيسيه، حتى لو كان واحد من اي ميليشيا تابعه لايران. هم يعرفون هذا، يعرفون اي جندي امريكي ستكون العاقبه وخيمه على ايران. لذلك هذه مسرحيه موجهه للداخل فقط. إذن يعني هناك تضارب في التصريحات ما بين بقاء القوات الأمريكية وتخفيض عديد القوات الأمريكية. في ظل هذا التباين أستاذ مظفر، كيف يمكن قراءة المشهد؟ هل من تغييرات تتوقعها في هذا الملف؟ لن تكون هناك تغييرات كبيرة. الحرب الآن والتكنولوجيا الآن لا تحتاج إلى قوة هائلة أو قوة بشرية هائلة. أمريكا مسيطرة بالجو، مسيطرة تكنولوجيا، مسيطرة على الأجواء، مسيطرة على التكنولوجيا على جميع وسائل الاتصالات. أي إطلاقة أو أي صاروخ أو أي مكان يصدر من عند النار تعرف به الأقمار الصناعية حتى قبل أن تطلق الرصاصة. يعني كله مرتب. هي مجرد أنه العراق يكون صندوق بريد لتبادل رسائل بين إيران والعراق. هل تتوقع في قادم الأيام في المرحلة المقبلة ربما تغييرات معينة تطرأ على توازن القوى في صراع النفوذ الأمريكي الإيراني في العراق؟ لا أتوقع هذا الشيء. أتوقع أنه الأمور ستبقى على ما هي. سيكون تغيير وجوه، سيكون تغيير ميزان شكلي. إيران ستقوم بوقفة أتباعها وميليشيات في العراق بقصف هنا أو هناك. أمريكا سترد بقصف هنا أو هناك، وستبقى الأمور على ما هي. مجرد تغيير وجوه بانتظار انه يجلسوا على طاوله رجوع الاتفاق النووي. طيب معهد هيتسون للدراسات ذكر ان الولايات المتحده ستظل تلاحق الميليشيات. هذا التقرير كيف قراته؟ هل فعلا ستواصل الولايات المتحده ملاحقه الميليشيات؟ اعتقد ان ملاحقه الميليشيات سيكون بطريقه اخرى، ستكون عن طريق
إيجاد أو استحداث ميليشيات ثانية ستقوم بملاحقة الميليشيات الأولى بصورة تناحر داخلي في العراق. لن يكون للأمريكان أي ظهور على الساحة العراقية. ستكون الإدارة الأمريكية أول سنة مشغولة بترتيب البيت الداخلي الأمريكي. لذلك خلال هذه السنة سيتم استحداث ميليشيات جديدة أو ميليشيات تتبع أوامر أمريكية وستقوم بمحاربة الميليشيات التابعة لإيران. شكرا لك أستاذ مظفر الخميسي الصحفي والإعلامي العراقي، كنت معنا عبر سكايب من أمستردام.